طبعا انا من مواليد مدينه المحرق، ترى انا تربينا في هذه المدينه هذه مدينه المحرق. يعني تتصور لي ان غير معظم المدن اللي في البحرين، يعني الناس الطيبين اللي فيها كثار والله العظيم. حتى احس ان المحرق مع ان البحرين كلها على بعض كويسه، يعني الاهليه كويسين، بس المحرق دي لها طبع وريحه خاصه. يعني درست في المحرق وتخرجت وكل حاجه في المحرق، مدرسه الهدايه الخليفيه ولا المدارس اللي في الخليج مش في البحرين. يعني انا من فريق كانوا لما يقولون الصنقل، هو فريق الزياينه بالاساس، هو فريق الزياينه. الزياينه اي، بس في الناس كانت تتردد لما يقولون فريق الصنقل. كان قبل في منطقتنا اللي هو منطقه من الحاله، وانت جاي فريق الزياينه الى المحرق، يعني سكنت فيها معظم العائلات البحرينيه من آل خليفة إلى العائلات المعروفة، الجلاهمة ما جلاهمة، دواسر ما دواسر، كل العائلات دي سكنت فيها صراحة. يعني أنا أول شيء كنت في الرياضة، يعني أنا الرياضة والفن دخلتهم من الأبواب وليس من النوافذ لعلمك الخاص. يعني الرياضة كنت لاعب في نادي الحالة، من لاعب إلى مشرف، من مشرف إلى إداري، من إداري إلى رئيس لجنة، وا 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 إلين وصلت إلى اتحاد القدم. رئيس الاتحاد كان سمو الشيخ محمد بن عيسى، رئيس الحرس الوطني حاليا، كان هو رئيس الاتحاد. كان أول في البحرين ما في درجة ممتازة، في ألف وباء وسي، يقولون A و B و C، يعني ثلاث درجات، درجة أولى والثانية والثالثة. كان فريق الحالة، منطقة الحالة فيه فريقين، الجزيرة والحالة. الجزيرة في الدرجة الأولى والحالة في الدرجة الثانية. وكان واحنا عندنا فريق الزياينه، مو في الحاله، فريق الزياينه فريق كنا نطمع ان ندخل الاتحاد عن الدوره الصيفيه، فريق الناصر، سميناه الناصر، وانا كنت احد مؤسسينه يعني اكراما للزعيم الخالد جمال عبد الناصر. فلما كان فريق الحاله بدا يتضعضع في الاوان الاخيره، جانا رئيس النادي قال انتم نفسكم تلعبوا في الاتحاد ما الاتحاد وتخشوا بالدرجه الثالثه، خذوا النادي بس احنا عايزين الاسم اللي هو ايه الحاله. فكرنا قلنا على طول حنلعب في الدرجه الثانيه، والله وضمينا مع الحاله. كانوا في عندهم ثلاث مباريات، اذا يعني يخسروا ينزل ثالث، لكن احنا جيناهم فريق كامل الناصر، فزنا في الثلاث مباريات. والسنه اللي بعديها جانا المدرب خليفه الزياني، المدرب المعروف، ومسك الفريق وصعدنا الى الدرجه الاولى. ما شاء الله. فاصبح الفريقين في منطقه الحاله، الجزيره والحاله، في الدرجه الاولى. بعدين الجماعة اشتغلوا على ضم الفريقين تحت مسمى نادي الحالة. يوميها أنا شوي يعني قلت، أنا لما كنت في نادي الحالة كنت لاعب أساسي، بس دلوقتي هنا في لعيبة وهنا في لعيبة، والفن دخل فيني، أنا بدي ياخذ شوي، يغزو الفن فيني يعني شوي. أنا يعني كنت زي ما تقول مطرب الفريق، لما كنا بنروح نلعب في الباص كنت أنا اللي بغني لهم والحاجة دي. يعني بدأت في فرق الموجودة في المنطقة عندنا في المحرق تعمل حفلات شهريه، وشوي شوي شوي الين شفت الامور صارت، يعني كانت هواي، لكن الموضوع كبر. يعني في السبعينات سافرت الكويت وسجلت اول اغنيتين في الكويت، جيت البحرين الاغنيتين الحمد لله انتشروا شويه وشويه شويه شويه، بدا الاسم الفني يعني يطلع شوي شوي. 76 أيامها كان وزير الإعلام المرحوم طارق المؤيد، كان وزير، فهم اللي بعثوني القاهرة عشان أدرس الموسيقى. ورحت 76 القاهرة في معهد الموسيقى العربية. فأنا كنت يعني فاكر أن لما حخش على اللجنة دكاترة كلهم دكاترة، يعني حيقولوا لي غن وحيقول لي أنت كويس ولا مش كويس. فأنا قاعد مستني، دخل صاحبي أنا مطرب معروف كمان، دخل قبلي كذا، والله يا باش مهندس خمت جايك، خرج عايز اساله ايه الامتحان. انا كنت فاكر حيقول لي غني وحنقول لك كويس ولا مش كويس، انا عشان اساله ما فيش هو خرج انا دخلت على طول على الدكاتره. فبتقول لي الدكتوره العميده، بتقول لي الدكتوره حيعزف لك على البيانو، انت قول بالاهات. انا طيب قبولي، فدشيت في قسم الاصوات، كان من معايا علي الحجار، محمد الحلو، سوزان عطيه. قعدت 4 سنين في القاهره، هو المفروض 7 سنين، بس صراحه انا زي ما تقول لما رحت القاهرة أجلس كنت لسه متجوز، يعني لسه متجوز ومخلف كمان،
يعني رحت القاهرة يعني مش صغير يعني مش خرجت من مدرسة وعلى طول لا، فبس ثلاث أربع سنين كده ورجعت البحر ما كملتش يعني خلاص، وبديت يعني كل أغنياتي أسجلها فين؟ في القاهرة. مرة لي صوت وصورة في البحرين، وآخر مرة سجلت للنظائر في الكويت. فبعدين حسيت أن أصبحت الغنوة اللي هي سبب شهرتي يعني غنوة كانت حقيقية من واقع حياتي الخاصة يعني، لكن ما دي عملت لها ضجة كبيرة، وكنت كانوا بيطلبوني كثير في حفلات في البحرين والإمارات والكويت، يعني غنيت في لندن، غنيت في فرنسا، يعني 30 سنة اشتغلت شغل قامت في الفن. هي الغنوة موضوعها البحرين كله بيعرف عنها. ليه؟ كان بيني وبين مراتي حب، وعلى أياميها ما فيش موبايلات، جوابات رسائل. فصار إيه، كانت في الثانوية العامة وأنا لسه شاب، شعري لهنا وبنطلون وانت عارف يعني الشباب ها، وكان في نفس المنطقة يعني في الفني، فكان صار بيننا إعجاب معجب، بس كان حب من المراهقين، وأنا وقتها ما كان عندي ولا مليم للزواج ولا كان عندي مكان للزواج ولا حتى أي حاجة، ساكن مع عمي زوج أمي يعني في بيتهم، يعني ما ديني غرفة كحيانة ولا سرير ولا حاجة، يعني مش مهيئ للزواج ولا حتى عندي فلوس للزواج، بس حب بيني وبينها، رسائل ما رسائل، هي بتبعث وأنا ببعث، هي بتبعث وأنا ببعث، وحد يوصل وحد يجيب وحب. إلين سمعت مامتها إن في بنتها الوحيدة لرب واللي ربوا المدام الخيلان والماما مامتها، وماتها لا تجوزت ولا حاجة، كانوا رافضين إني أنا أخذها يعني لأسباب كثيرة، وما على حق يعني، اللي كان عايز ياخذها ابن عمها مدير وبيت وكل حاجة، وأنا واحد كحيان يوميها. والله بصراحة بتكلم جد يعني، لكن النصيب. فيات الغنوة دي كنا أنا والمؤلف الدكتور راشد النجم والملحن الدكتور مبارك النجم، كنا في شقة واحدة أيام الدراسة في القاهرة، ما شاء الله كنا في شقة واحدة. فأنا شرحت القصة للمؤلف راشد النجم، قصة 5 سنين عملها في 5 دقائق، فألف الأغنية دي وسجلناها في القاهرة. الأغنية دي عملت عمايل لا إله إلا الله، أي الأغنية اللي طلعتني فوق، لأن مراتي تجاوزت من والد عمها، تجاوزت بتقول الغنوة بتقول وش حيلتي فيك وش يا ترى أمري، أهلك سووا اللي بغوا يعني زوجوها وانتهى أمري، سلوا علي سيف القدر خلوا الأمل فيش انكسر. أنا لما تجاوزت في 3 أيام اللي هي تجاوزت، أنا طلعت من البحرين رحت قطر عشان بس أكون بعيد عن الحدث، فبقول لهم سافرت في عيون السفر من أجلك، أشيل في قلبي القهر من أهلك، فليت الأمر بيدي وبيديك. الغنوة دي لأن القصة واقعية عملت لها بلاوية، والله أغاني كثير منها العاطفية ومنها الوطنية ومنها الاجتماعية ومنها الدينية، كنا في كل سنتين بسجل 4 أغاني. أي يعني الكم بتاعنا مو مش كثير يعني، لا أنا كنت أكتب أيام ما كنت، أنا كنت حتى يعني ما كنت أغني، أنا كنت أكتب في أخبار الخليج حوالي 12 سنة خرزيات، وبعدين انتقلت من أخبار الخليج رحيت الأيام، من الأيام انتقلت إلى الوطن، عدت مع الوطن كم سنة كذا. دلوقتي بعمل فيديوهات، أي مواضيع عندي بعمل فيديوهات وببعثها للناس، أشوف إن هذه الطريقة أحسن من بصور الفيديو، أي موضوع عندي بتكلم فيه وبوزعه، اللي بعمل دلوقتي وبسجله وبوزعه أسرع من الصحافة. الصحافة مش كل واحد بيقرأ جورنال هالأيام دي، والله بتنتشر بسرعة يعني. يعني مثل ما قلت لك أنا كنت في أخبار خليج يعني حوالي 12-14 سنة، يعني كل الأمور دي كلها في 80s 90s كلها. أنا شنو عيبي شنو؟ أنا ما أحفظ سنوات. أنا لو مو ب 16 ديسمبر عيد الوطني، أنا زواجي 17 ديسمبر عشان عيد الوطني فاكر زواجي. والله لو عيد الوطني عشان ما أحفظ. أنا مع السنوات ضعيف جدا، لا أذكر والله صراحة أتكلم بجد يعني. أنا غنيت في زواج الحاكم الجديد محمد بن زايد، وغنيت في زواج عبد الله بن زايد، ايام الزواج دول ورثه هذه تحصل لك
يعني في أغاني مثلاً في 2000 دينار 3000 دينار 5000 دينار أعلى يعني أعلى هذه أكثر شيء يعني وزواج الأمراء حوالي 10000 دينار لا أغنية ساعات تصير 200 300 دينار 500 يعني مو بشيء يعني مو ثابت لا مو بعشرة خمسة آلاف في الكرة في الكرة أنا كنت بدفع والله لما كنت مدير أنا كنت بدفع للاعب أي واحد يسجل جول أنا أدفع له والله في الكرة أنا أدفع مو هم يدفعون حتى وأنت كنت لاعب حتى أنا كنت لاعب كنت بدفع للباص اللي وصلنا الفن نفعني في حاجتين الحاجة الأولية إني درست بناتي في أكبر الجامعات برا البحرين على حسابي من فين من الفن من فلوس الفن وشهرة أي مكان تروح وتروح يعرفوك أي وزارة تخش فيك يعرفوك جعفر حبيب يعني كل أي حبي يساعدك ها ده كويس في الفن وبناتي دلوقتي اللي مديرة واللي رئيسة ما شاء الله كله مناصب كبار هذه كلها من الفن يعني درستهم في جامعة في لندن في الأردن في مارين في القاهرة الأسرة أنا دلوقتي معي 4 بنات وولدين وش لها شوف هاي تلفوني الناس بتخلي ولادها بالتلفون ها شو الناس تخلي ولادها في التلفون ها شوف ما أعتقد في بحريني أو خليجي إلا ما ندر إلا الأخوان يعني معروفين ذلين عبد الناصر في أخطاء أيام حكمه ما أقول لك ما في أخطاء في أخطاء في سلب عبد الناصر الزعيم لن يتكرر أنا أقول لك بأمانة في أخطاء ما أقول لك عبد الناصر كان مشكلته عبد الحكيم عامر كان ماسك الجيش في إيده ها وكان عبد الناصر يحاسب له عبد الناصر لما دخل حرب مع إسرائيل ها اسمعني عبد الناصر ما حارب إسرائيل حارب أمريكا وبريطانيا لأن يعني أمريكا وبريطانيا كانوا يساعدون إسرائيل فالبحرينيين يموتون على عبد الناصر ما أقول لك بس أنا معظم البحرينيين أوعد جبسة عبد الناصر بحاجة وحشة احنا ندري ان فيه اخطاء لكن الا اخطاء مقصوده مصر وانا عايش في مصر وعارف المصريين كويس ها حاولوا يلقون عليه دينار ما قدروا حفروا في اللي يبون يشوفون ان يعني الراجل دي خد حاجه ده بيقول لولاده الكراسي اللي في الشقه مش بتوقع خلي بالكم على الكراسي اللي في الشقه جاب مدير البنك عايز سلفه عشان يجوز بنته مين يسوي شيء؟ شفت عربية عبد الناصر الأسلين؟ ده أنا شغال عندي ما يركبها، شغال عندي أنا ما يركبها. ده يعني خلي الحاجات أنت تجيب الأشياء الوحشة وتسيب الأشياء الحلوة. لكن هاك ساعد ليبيا، ساعد الجزائر، كل هالدول اللي أخذت شغلها لك عبد الناصر. بأمانة يعني بعشان أنت مصري بأمانة. إحنا من غير مصر ما نسواش تعريفه. على أيام زمان فاروق جعفر طبعا لأن في جعفر أنا أنا على عربيتي شعار الزمالك يعني أنت زملكاوي 100% وعندي عضوية لا لا أنت أكيد أهلاوي لكن أنا أقول لك يعني أنا لأن عندي عضوية زملكاوي ما شاء الله لا فاروق جعفر من أحسن اللاعبين إذا أنا زملكاوي يعني معظم البحرين زملكاوي ترى برضو إي والله معظم البحرين ليش عاد عشان عمال الشرقاوي أحمد رفعت والبحرين يدربه ولا برجيلة فهي بحبون الزمالك وايد يعني أنا بحب كارب محمود وايد كارب محمود أحبه وايد مع أن عبد الحليم من أحلى الأصوات يعني طبعا بس إنما أنا أحب كارب محمود وايد أحب صوت كارب محمود